البحر قطاع هام لمشاركته الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني. ونظرا لهذه الأهمية، نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اللقاء الأولي مع ممثلي الغرف المهنية للصيد البحري على المستوى الجهوي يوم 13 جوان 2019، وذلك بهدف الاطلاع على انشغالات المهنيين ووضع خريطة طريق بمشاركة المهنيين تمكن من تحديد رؤية مستقبلية لتحديات وأهداف القطاع. اليوم سعيد ومتشرف بلقاء ممثلين المهنيين، ممثلين غرف الفلاحة والصيد البحري على مستوى الوطني وعلى مستوى محلي، وطلبت هذا اللقاء باش يكون فيها فرصة باش ندرس يعني مع الجميع أهم الإجراءات وأهم الظروف اللي رانا عايشينها الآن، ونتشارك حول الآليات اللي ممكن تجنيدها أكثر. كانت فيه جملة من الإجراءات قامت بها الدولة عن طريق وزارة الفلاحة وخاصة عن طريق المديرية العامة للصيد البحري، خاصة في إطار تاع التكوين والإرشاد والتعاون الدولي في التحكم أكثر في الـ في الـ في الـ في الإطارة ولا في الـ في الحكامة تاع القطاع. الآن جاري كيفاش ناخذ جميع الإجراءات باش يكون فيه تعزيز للآليات هذه ويكون تدعيم للقدرات المهنية اللي موجودة عندنا في الجزائر. عندنا أكثر من 56 ألف بحار اللي الآن مستحق هذا البحار رعاية في جانبها التكويني، من جانبها الفني، ولا حتى الرعاية الاجتماعية باش يكونوا في ظروف يعني اللي تخليهم يؤدوا المهام تاعهم. وقطاع الفلاحه وقطاع الصيد البحري والتنميه وتربيه المائيات بالنسبه لنا هو قطاع حساس، قطاع استراتيجي هام، هو قطاع خلاق للثروه، قطاع اللي ساهم في التغذيه وفي الامن الغذائي، ولكن هو عباره عن قطاع اقتصادي هام، شريك اساسي اللي يوفر من الشغل ويوفر من قيمه مضافه، وهذا ما يخلينا باش نعطوا له جميع يعني الرعايه الكامله باش نخلوه في اريحيه يقدم لنا هذه الاضافه خاصه في استغلال الثروات.